صباح الخير البنات، صباح الفل والياسمين، واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. توحشتوني ولا لا؟ انا بعدا توحشتكم. هنا كما كنتو تشوفوا الحال كالمشمس البنات، ما تنساوش تدخلوا القناه ديالي ولا الصفحه ديالي عفوا تاع الانستغرام اللي راه ظاهره في الشاشه فلوغ ناديه. نتمنى انكم تدخلوا وتشجعوني لانكم متواجده فيها بكثره. كذلك حبيت نبعث تحياتي الى كل من ليلى الوهرانيه وكذلك الى قناه ساره كوكين دي زاد. نتمنى انكم تدخلوا وتشجعوها، قناتها رائعة. والى ابنة الجزائر تيمسان الجزائر، نقول لكم حتى انا نحبكم بزاف بزاف بزاف. كما راكم تشوفوا اليوم كنت عملت تحريرة الله الله عليها، بالرغم انه كانت سميشة بصح كان كاين البرد وغدوة صب التلج. عملت تحريرة، الوصفة موجودة في القناة، عملت على شحال من الطريقة وراح نشارك معكم الوصفة تاع اليوم. عندي هنا البصلة والثوم واللحم والفلفل قطعتهم باش نعمل باستا ولا سباغيتي. خليت الماء سخن شوية ورميت معاه شوية تاع الملح ورميت السباغيتي ديالي، خليته على النار مهيلة، رميت له شوية معاه صوص طوماط، هذا ما كان شوية في البداية، وخليته على النار مهيلة 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 باش داك اللحم ديالي يطيب، خصوصا هذا اللحم الحمد لله من النوع اللي يطيب بالخف. وهنا كانت عندي صلصه البيتزا الجاهزه، فيها لي زيبيس، فيها كلش، يعني ماشي تاع البيتزا هذه تاع الباستا، الصلصه تاع الباستا هذه الجاهزه، يعني ما راح نضيف والو. اختياري اذا حبيتوا تزيدوا تضيفوا ضيفوا، ونزيد نقص للنار ونخليها طيب على النار مهيله. هنا السباكيتي ديالي من بعد ما طاب ضروري البنات شوفوا السباكيتي باش ما يتعجنكمش مباشره، مي تصفيوه ترميو عليه الماء بارد باش ما يتعجنش. من بعد هنا انا الفخوماج من عشاق الجبن، واذا حبيتو تعملوا زيت الزيتون كذلك تعملوا زيت الزيتون وعاود الجبن. وهنا نحط لاصوص ديالي باللحم، اللحم انا هذا خفيت بلي، لكن اذا كنتو خايفين منه عملوا الكفته ولا عملوا الصدر تاع الدجاج، المهم نتوما تعرفوا اللحم ديالكم. ومن الفوق ضروري نزيد هكذا شويه فخوماج. شوفوا البنات فطور وعشاء، انا راكم عارفين غالبا نطيب مره في النهار، يعني ظريف خفيف ما ياخذش منك وقت، خلاص خلاص خلاص. ومع الحريره بيان سور والحمد لله، الله يجيب شي بركه. من بعد نمشي نطيب واحد الموسكوتشو ظريف خفيف ليا وللصديقه ديالي اللي راني رايحه عندها غدوه ان شاء الله. عملت 4 تاع البيض بدرجه حراره الغرفه، راح نضيف نصف كاس تاع الزيت، كاس تاع الحليب، وكاس تاع السكر ماشي مملوء، يعني حاولوا تنقصوا شويه من السكر، وفانيلا او باكينج صودا. وهنا راه عندي بلاك بيري هذا ولا بلو بيري مع الجوز يعني القرقع، وخميرة حلويات بيان سور، والقارص الليمون. الو نمشيو نبداو على بركة الله. هنا ما راش نستعمل، هنا راني نوريكم، اما تستعملوا هذا بينو باودر يعني الفول السوداني المطحون مع الشوكولا، ولا من بعد انا راح نستعمل فقط الفول السوداني المطحون. راح نستعمل يدي برك، نحب مؤخرا وليت نحب هذه الطريقه تاع زمان، البنه تاع زمان البنات. اذا تلاحظوا اذا استعملتوا الباتور وتستعملوا يديكم ماشي نفس البنه، مسكوتشو تختلف، وانا نحب هذه احسن. الخطوات راهم ظاهرين في الفيديو، يعني كلش نضيفه بالتدريج. البدايه كانت السكر مع البيض والملح بالتدريج، ومن بعد نفس الشيء بالنسبه للزيت ونفس الشيء بالنسبه للحليب. وهنا راح نضيف هذا اللي قلت لكم عليه، هذا بدون الشوكولا، فقط فول السوداني مطحون، راح نسيره ضروري يعني نغربلو. تقدروا تستغنوا عليه ماشي ضروري، المهم هذا يزيد بنه على بنه. هذه هي راني نسير كلش. او من بعد بيان سور راح نضيف الفرينه، يعني الدقيق الابيض. انا راح نضيف زوج كيسان ونصف زيت شويه، يعني نتوما كيفاش تحبوها، اذا حبيتوها تجيكم ثقيله على هذا الشيء كملوا 3 كيسان. راح نضيف هنا واحد 20 غرام تاع خميره الحلويات يعني باكينج باودر. ومن بعد راح نضيف باكينج صودا،
هذه هي، هذه الدور ديالها فاش البنات، وهي تعطيكم واحد التشقق في المسكوتشو ديالكم ولا لامونا ديالكم، كل واحد كيفاش يسميها، لان الاسماء تختلف من منطقه الى منطقه. والجزائر ما شاء الله عليها. نسير كلش ونبدا نضيف الفرينه ديالي بالتدريج، كما قلت انا ضفت زوج كيسان والثالث ماشي عامر. هنا عاده في الاخير باش راح نضيف قشور القارص يعني الليمون، يعني خلت كلش البنات بصح البنه يا سلام ما شاء الله عليه صراحه بنين. نقول لك خوخو يشكل روحو هكذا نورمالمون المثل اذا ما رانيش غلطه. راح نستعمل هادو زوج تاع ليمون. من بعد ضفت المكسرات كما شفتوا، ضيفوا الزبيب ولا الشيء اللي يكون عندكم، الاختيار يبقى لكم، والمكسرات اللي تكون عندكم. هنا وضعت هذا الواكس بيبر ولا ورق الزبده بدي الطريقه علاش البنات، باش يجيكم ساهل من بعد ما تنحوها. وكنت دهنت المول بالزبده وشويه تاع الفرينه، وهذه الطريقه البنات. جيبوا الماء وديروا هكا في الجانب، في الجوانب علاش البنات، باش هذاك الواكس بيبر ولا ورق الزبده ما يبداش يميل لكم يهبط لكم على الكيكه، يعني يجي بتراسو بهذه الطريقه. ومن الفوق نبدا هكذا نوزع في الجوز ديالي. يعني صراحه الفيديو راه واضح برك، راني نزيد نطرطر شويه معليش. ونزيد السكر، هذا السكر العادي ماشي سكري غلاس، سكر العادي. وندخلها الكوشه على درجه 160 ورانا نشوفوها من بعد ان شاء الله. وهنا الكيكه ديالي طابت يا سلام. شوفوا البنات يعني الشكل ديالها راه يحكي بوحدو هديه، وشوفوا تتنحى بكل سهوله، جات بنه على بنه ما شاء الله. وشهيتكم في الجنه البنات، جربوها وما تندموش، تجي ما شاء الله عليها. كما قلت وحده راح نخليها ليا، وحده ان شاء الله راح نعملها الغدوه نعبيها معايا. وكنت حضرت ليله من قبل زوج الحلويات اليوم برك، عملت لهم كنت حضرت حلوة تاع تشارك مسكر والزاوج، حلوة القلب حتى هي حضرتها، يعني زوج حلوات. من بعد ما كملت المسكوتشو ديالي وتقهويت عاد، المهم دوك نوريهم لكم من بعد ونحكي لكم عليهم اكثر. راح نقص لكم هكذا المسكوتشو باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش يجي من الداخل. وضروري كابوشينو، يعني مؤخرا وليت نشربها عشيه بزاف، يعني نبدل الصباح نشرب قهوه كحله باش نفطن. بزاف اللي يقولوا لي عشقوا لي قهوه، احنا صحاب تلمسان القاف نقولوا لها الاف الا، بالرغم من انه البنات ما رانيش نحكي بالاف بزاف لان الزوج ديالي ماشي من تلمسان يعني خلاص، لكن بقاو شي كلمات الله غالب. كما قهوه ما حبتش تولي قهوه، الى حد الان ما قدرش نبدلها. كاين بعض الكلمات خلاص مانيش نهضرهم بالا، وكان بعض الكلمات الله غالب. المهم كان هذا هو الشكل تاع المسكوتش ديالي، وضربت هكذا واحد الكاباشينو. الله الله وبنياتي بيان سور برك ما ظهرتهمش في الفيديو، هذا ما كان ضروري حتى هما خصوصا من يشوفوني عملتها يقولوا لي ماما بصح انا نكذب عليهم ما نعملهمش كاباتشينو، نعملهم هوت شوكولات. ونرجس بسلامتها تفطن تقول لي اعطيني نشرب من الكاس ديالك ماما، ميت شرب تفطن تقول لي نونو ماما هذا كاباتشينو اللي عملتيه لنا هوت شوكولات. لانه صغار ماشي مليح ليهم كافيين، الوغ على بيها نعملهم هوت شوكولات. وهنا كنت كملت الكاطو ديالي اللي حكيت لكم عليه، كنت طيبته نهار قبل مقبل برك، عملت له هنا شوفوا السكر كامل طار لي لانه كنت مغطيه عليه. بصح من بعد عاود نفط عادي ما كاش مشكل. هادو هما القليبات يا سلام، محشيين من الداخل من اروع ما يكون. ان شاء الله حتى كاش نهار ونعاود نعمل لكم فيديو على الوصفه، وتشارك راها موجوده في واحد الروتين. ان شاء الله كاش نهار نبدا عاود نحي دوك الوصفات ونحطهم بوحدهم هكذا يكون احسن. المهم عملت في هذه لابواط، هذا اليوم الثاني يعني النهار اللي راني رايحه فيه، وضعت في هذه لابواط تشارك ومسكر، وعملته على دو موديل بهذا وموديل ثاني والمسكوتشو ديالي. اما بالنسبه واش لبست، ما شاركتش معكم كلش، لبست بول هكذا حرير ولاس كما راكم تشوفوا كلاسيك مع بونطالون، وهذه من الفوق. ما جبتي صباطك؟ من هذا؟ ياس هذا هو ماما، هذا هو good job. ياس حطيه ماما يا بلي الخزنة. ما رانيش عارفة علاش الصباطات يصغاروا عليهم والله ما عرفت صراحة. بزيارة عندها هذا الزاوج، الاخر حسيته كل شوية
شوية صغير. فوالا حسيتو كلي شوية صغير عليها. ماشي حتى التم مزير. نمسحو لك غير هذا هنا بنتي وخلاص. تلبس هذا أحسن. هذا تاع نرجس ما لبساتوش بزاف. هي كنت شريت لها هذا. فوالا. على بيها انا دائما نشري لهم نيميرو زياده حتى الزوج، خصوصا البنات هادو لي بوت دائما نجيبو لهم نيميرو حتى زوج، حتى زوج باسكو دارسه خفر رجليهم يكبروا، يعني ما يجي يضل العام. يا ماما دخلي رجلك مع البرد هذا واش يليق مع الثلج دو كيصب اليوم. يا دخلي بنتي فوالا فوالا يا الزينة ديالي فوالا فوالا. اه وشنو؟ نو كاميليا انا نص سوسات. نو فهمتوهاش البنات، نو لا بوسات. بنتي ما تحبش لا بوسات، تحب تتمشى بيان سور بنتي. ما نعبيش بنتي بنتي برا. تحبي برا؟ تحبي برا ولا الدار؟ الدار خير. نو نو قالت لي نو. تحبي تخرجي برا ولا تحبي تقعدي في الدار؟ برا. برا قالت لي برا. ماما تروحي برا. انا حتى نرجس نلبس لها هادو. هذا واش يليق عندنا احنا في امريكا وكندا من يكون البرد والثلج. هذا واش يليق في بلاصتو ما جبتيه بنتي. علموا وليداتكم البنات في بلاصتو، علموا وليداتكم هما يجبدوا صوالحهم وهما يرجعوهم اللي يكونوا صغار البنات باش ما تحصلوش معاهم من يكبروا. هذا واش نعمل مع بنياتي؟ جاي جود جاب. بيزو ماما، تاني بيزو. بيزو ماما العميره. انا راح نلبس هذا. كنت شريته من تي جي ماكس، كونفورتابل البنات ما تعرفوش كيفاش يتمشاو به وسخون، وخلصتو رخيص كما قلت لكم. هو ينباع واحد 140 ولا 150 وشيتو ب 76 برك، كان كليرنس يعني سولد. مع هذا البرد البنات هذا واش يليق فوالا. كما راكم تشوفوا البنات استغلينا هذا الجو تمشينا تحت. وانا هنايا كنت رايحه لواحد دو ستور هنا فيكتوريا سيكريت، ومشيت للمارشال مشيت نشوف التخفيضات اللي كانوا عندهم قبل ما نروح عندها، وفي نفس الوقت باش نتلاقى مع صحاباتي اللي كنا متواعدين، كاين اللي كانت خدامه وكاين اللي كانت لاله. المهم تلاقينا كامل في هذيك البلاصه اللي شفتوها، فيها المراه غنيه عن التعريف اللي ساكنين هنا. وقبل ما ندخلوا عند الصديقه ديالي مشينا لهذا البارك اللي شفتوه، فوتنا واحد الوقت رائع، لعبنا بالثلج حتى شبعنا وخدنا تصاور دي فوتو سوفونير عاده باش دخلنا عند هاد الدار، يعني رجعنا الذكريات. وبناتي فرحوا بزاف بزاف بهذا الشيء، خصوصا ما كانش واحد البرد بزاف والثلج بدا مع الوحده، يعني من خرجت كان عاده ما بداش يصب حتى من بعد وصب. وهنا راح نشارك معكم الاجواء وتشوفوا، يعني لقيناها مسكينه مجدت لنا كلش. البيت ديالها كما راكم تشوفوا فيه لمسه جزائريه، ما تقولوش باللي من نمشيو للغربه ما ننساو. شوفوا يعني الديكات تاع الصحراء الجزائريه، الصالون الجزائري، بالرغم من انه البعد لكن حاولت انها توضع اللمسه ديالها باش تفكرها بالبلاد. وضروري هذا الشيء باش نحيو داك الوحش، ضروري تكون عندنا واحد اللمسه. يعني تقريبا الديكور تاع دارها كامل فيه لمسة جزائرية كما راكم تشوفوا. بالنسبة للأطباق عملتنا ما شاء الله عليها، عملتنا الشربة جات تشهية البنات، ما تنشبعش معها. وما يقولوا الشربة ولا الحريرة، ضروري يكون البوراك حاضر. كذلك عملتنا مشرملة بالزرودية يعني الجزر. ويعني البنات كل شي بنين، يعني يديها عسل ما شاء الله، يعني حاجه اللي ناكلوها تنسي لنا حاجه اللي كليناها من قبل. وعملت لنا الشكشوكه، الشكشوكه ديالها عجبتني وقلت لها فيها حاجه جاتني بنينه بزاف، ومن بعد قالت لي واش عملت فيها. وعملت لنا متوم راه غني عن التعريف، هو عاصمي بالكفته واللحم والحمص وسلطه متنوعه. وزادت لنا
طاجين تاع دجاج بالزيتون والشوبينيون، ونقول لهم هذا المنبر. شكرا حبيبتي، يعطيك الصحة، كلش كان بنين بنين، وفوتنا وقت من أروع ما يكون. يعني شخنا وضحكنا، وكنا هنا جنسيات مختلفة، يعني جزائريات ومغاربة مغاربة. ومدي المنبر نحيي كامل المغاربة اللي تبعوا فيا، ونقول لكم تانا نحبكم بزاف بزاف. الحلويات الجزائرية دائما حاضرة، كما راكم تشوفوا تزيريات بقلاوة المخبز، والحلوات اللي حضرتهم أنا كذلك. و يعني كما راكم تشوفوا ما حسيناش بالوقت كيفاش فات نهائيا. ودوك راح نشارك معكم المشتريات اللي شريتهم. اول حاجه هي فيكتوريا السوكلات، انا اصلا كنت شريت من عندهم 3 فوا مي اونلاين، يعني من مباشره من الموقع ديالهم. هذه بروم البنات رائعه الريحه ديالهم، وعاملينهم برك ب $2، $2 ونصف. ونفس الشيء بالنسبه لهذه $9، عاملينها ب $2 ونصف. هذه تاع الملابس الداخليه، مي تكوني مسافره ولا يعني بيان باش اورغانيزي فيها هذاك الشيء. والاخرين ما نقدرش نوريهم لكم بيان سور في القناه. المهم هذوك الاغلبيه كنت ديجا شريتهم في اونلاين، لكي تمشيو للمحل احسن، لانه يشارجيو $8 فما فوق، و $8 تزيدي بها زوج صوالح، يعني لانه كانوا عاملين تقريبا كامل $2.99 $3.99. فت المارشال وشريت هادو التويجنات اللي عجبوني بزاف، من بعد نوريهم لكم. وشريت هذا الليبستيك لانه كنت عامله شاريه واحد من قبل، هو اللي عملته هذا النهار. يا البنات ما يزولش، روعه روعه روعه، يعني من اروع ما يكون، طوب بالبزاف. هادو هما طواجن الصغار، هي من المفروض الواحد $8، الواحد البنات $8، انا عبيتهم ربعه $3، يعني ما جانيش حتى النصف تاع الثمن تاع وحده. هايلين، بريزونطاب، بريحه البلاد، فكروني بالبلاد، ويجيو ثاني بريزونطاب في الحطه. ودروك راح نشارك معكم هادو البيسات اللي لقيتها موجدتهم لبنياتي، الله يعطيها الصحه، يعني تفكرهم دائما سواء نروح عندها ولا تجي عندي، نقول لها شكرا شكرا حبيبتي. وهنا حبيباتي نكون وصلت الى نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله انه يكون عجبكم. حاولت نشارككم معايا الاجواء، هذا ما كان، وما لي ما نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.